وأضاف المصدر الأمني أن القوات قامت بأداء صلاة الفجر في الرابعة والربع، ثم بدأت عقب انتهاء الصلاة في الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة في الاستعداد واتخاذ أماكنها بالعربات المصفحة والمدرعات وناقلات الجنود استعدادا للتحرك، والذي بدأ في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة. هذه إذن هي تفاصيل هذه العملية التي بدأت قبل قليل في منطقة كرداسة لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية بمساعدة قوات الأمن وقوات الجيش وقوات الأمن الوطني. ما على الهاتف محمد رزق مراسل سي بي سي من منطقة نهية. أهلا وسهلا يا محمد. محمد رزق، محمد رزق مراسل سي بي سي، إذا انقطع الاتصال بمحمد رزق مراسل سي بي سي في منطقة ناهية. كما نرى في هذه الصورة على الأقل من هذه الزاوية الأمور هادئة، لكن قبل قليل كان يسمع دوي إطلاق نار. علمنا باستشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة متأثرا بإصابته بطلق ناري في الجانب الأيمن أثناء بداية عملية الاقتحام. عملية الاقتحام بدأت في الساعة الخامسة والنصف تقريبا، ولكن بدأ الاستعداد لها منذ الرابعة والربع عقب صلاة الفجر. وكما لوحظ الحقيقة وكما علمنا من مراسلينا، الأوضاع الآن أعتقد مستتبة. محمد رزق مراسل سي بي سي معنا الآن. محمد، كيف تبدو الصورة في كرداسة؟ نعم، بالفعل قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم في مخيمة منطقة كرداسة ونهية وفرض الأمن بها والقبض على العناصر الإرهابية التي قامت بإقحام قسم كرداسة، وذلك عقب فض أقسام رابعة، حيث فرضت بعض القوات الشرطية من معسكر 32 وهو القريب جدا من منطقة كرداسة لطريق مصر اسكندرية الصحراوي. كما قامت القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة في قفل جميع مداخل ومخارج كرداسة ونهية وعمل كوردون أمني بها للمنطقة بالكامل. وقامت بعض القوات بمهاجمة الأماكن التي يتواجد فيها البوار الإرهابية، حيث تدور الآن بعض الاشتباكات بين الشرطة والعناصر الإرهابية. هل تم القبض على أي عنصر من هذه العناصر حتى الآن؟ حتى الآن لم يتم القبض على أي عنصر من العناصر، توجد بعض الاشتباكات ولكن الطفيفة جدا في بعض الأماكن. طيب محمد، يعني كيف تبدو يعني الصورة بالنسبة للأهالي؟ هل هم متعاونون مع القوات؟ هل يلتزمون بالتعليمات؟ لأنه كانت في تعليمات صادرة لهم بإغلاق الأبواب وعدم السماح لأحد باعتلال الأسطح، ولكن سمعنا أنه في عناصر بالفعل اعتلت هذه الأسطح. لا لا، المنطقة هنا الأهالي هنا متعاونون جدا مع القوات المسلحة والشرطة، وهم فرحون جدا بتواجد القوات المسلحة والشرطة في كرداسة ونهية. كيف تمت إصابة اللواء نبيل فراج يا محمد؟ نعم، أنا لم أعرف عنها شيء حتى الآن. يعني لا تعرف سبب الإصابة. تم نقله بالفعل من منطقة كرداسة؟ نعم. تم نقل جثمان الشهيد اللواء نبيل فراج من كرداسة بالفعل ولا ما زال بقيا هناك؟ لم أعرف حتى الآن، لم أتوصل إلى هذه المعلومة. طيب يعني إلى أي درجة وصلت العملية الآن؟ يعني في هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها إيه اللي بيحصل بالضبط؟ بالفعل أنا أقدر أقول لك إن القوات المسلحة والشرطة تسيطر على نهي وكرداسة بالكامل، جميع المداخل والمخارج والطرق المؤديه لكرداسه فهي مسيطره عليها من القوات المسلحه والشرطه. طيب ما نراه الان يا محمد في الصوره هو لقطه هادئه تماما، مجموعه من المدرعات، مجموعه من الجنود يعني واقفين طبعا في حاله تاهب، لكن لا اثر لاي معارك او اشتباكات. فهل يعني هل الوضع في كرداسه بشكل عام على هذا النحو ولا في زاويه اخرى ربما اكثر التهابا؟ نعم، الوضع على هذا النحو، لكن توجد بعض الاشتباكات الطفيفة ولكن في الأماكن السكنية التي يتواجد فيها السكان. طيب بالنسبة للتنسيق بين قوات الشرطة والجيش والأمن الوطني، يعني كيف يتم هذا التنسيق؟ مين بيعمل إيه بالضبط على الأرض؟ محمد؟ محمد هل تسمعني؟ انقطع الاتصال فيما يبدو بمحمد رزق مراسل سي بي سي من ناهية، لكن كما علمنا منه عدة نقاط. أولا
انه نجحت قوات الامن بالفعل في احكام السيطره بالكامل على كرداسه. تم اغلاق مداخل ومخارج كرداسه وعمل كردون امني حولها. هناك اشتباكات بين بعض العناصر الارهابيه المسلحه وقوات الامن، لكن كما علمنا من محمد رزق الاهالي متعاونون للغايه وكانوا مرحبين بدخول القوات الى نهيه. وطبعا بطبيعه الحال كانت هناك نداءات خلال الايام الماضيه تطالب بالتعجيل بهذه العمليه.